جاب لكم ابلكيشن كلش حلو انا جدا عجبني، هو ابلكيشن كريم. طبعا هو موجود بالدول العربيه، هسه صار مشتغل ببغداد. هو وسيله تنقل داخل بغداد، انه انت تطلب عن طريق الابلكيشن سياره نظيفه جديده، تعرف معلومات عن السائق، واحسن شيء بالموضوع اللي هو الامان، انه انت اكو بنات هوايه تريد تطلع ما تقدر تركب تاكسي، تطلب هذا الابلكيشن يجيها لحد باب البيت. اول شيء تدخل على ابلكيشن، هو ابلكيشن كريم، تسوي له رايد ناو. اول ما تدخل راح يحدد مكانك انت وين موجود، راح تطلب المكان اللي انت رايح له، تسوي سيرش على المكان اللي انت رايح له، وبعدها اول ما تدخل له راح يقول لك يلا. بعد ما تسوي يلا خلال 5 دقائق 10 دقائق راح يوصلك التاكسي. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شرفت. شو اخبارك؟ اتمنى انه تجربون الابلكيشن وتشوفون السيفتي اللي بالموضوع. تحياتي.